مرحبا اخواني الاعزاء، بهذا الفيديو حبيت اوضح شلون تعرف الفرق بين موديل كارت شاشة واخر، يعني من على حساب السرعة، على حساب عدد الفريمات، على حساب المعالج الداخلي الفي رام البي اللي هو الفيديو رام. عشان مثلا اريد اسوي مقارنة، انا طرحوا لي مثلا كارت شاشة فئة نفيديا ار تي اكس مثلا 2060 والثاني 1070، اللي اعرف شلون الفرق بيناتهم من اسرع. مو شرط هسه مثلا يعني اذا صعد موديل كارت شاشة معناها اقوى من قبله. بالنسبة لشركة نفيديا كل كارت شاشة بي فئات، مثلا هسه فئة الالف عندنا 1050 1060 1070، فئة الالفين 2050 2060 2070. الالفين وستين من الفئة فئة الالفينات يكون أضعف من فئة الألف وثمانين، ما يعلم هو أحصلها أحدث، بس فئة الألف وثمانين اللي هي بالفئة قبلها أسرع وأقوى من فئة الألفين وستين وهكذا. بس أنا هاي طبعا مو دوم تنطبق كل الحالات، فأنا أريد أعرف شلون بنفسي هل هذا كارت شاشة الموديل أسرع من هذا بالألعاب يفيدني بالمونتاج. أكو موقع هسه إن أنا إذا نبحث نفتح جوجل اسمه User Benchmark أو GPU Benchmark، هذا الموقع الرسمي طبعا هو هاي هي الصفحة مالته. هذا طبعا هو يطلع أول مرة كارت شاشات كلها مترتبات حسب User Rating، حسب الـ Values، حسب الـ Average Benchmark، يعني الـ Average Benchmark اللي هو السرعة. نشوف ان انفيديا ار تي اكس 3090 تي اي يعلو عليهم كلهن. اوكي هسه انا شفت الكارت شاشات، اريد اسوي مقارنه. اذا اريد اسوي مقارنه، اذا نبحث هسه بالموقع نفسه نشوف كومبير، كلمه كومبير هاي الفوق هي هاي المقارنه، اختار كلمه كومبير طلع لي هسه هنا كارت شاشه اريده انا مثلا على سبيل المثال، اما ابحث منها بحث او اكتب موديل. على سبيل المثال هسه انا اريد اكتب كارت شاشه 2000 او 3070، عفوا 3070، طلع لي فيديو 3070 تي اي، 3070 3070 تي اي لفئه اللابتوب. فئه اللابتوب طبعا دوم فئه اللابتوب يكون اضعف نوعا ما من فئه الديسكتوب بمقدار تقريبا 20% هالحدود هذا. هسه انا مثلا اختار 3070 هذا، اريد اقارنه مع كارت شاشه اخر على سبيل المثال 2080، اكتب مثلا هنا 2080 او ابحث عنه مو مشكله 2080 مثلا هذا العادي. هسه هنا وضع هذا ضد هذا، هنا يقول جيم اي اف بي اس، يعني مقارنه بالالعاب سرعه الاف بي اس. هنا نشوف كلمه زائد 11% على حساب شنو؟ شوف هسه مثلا عندنا هنا ماكو معلومات عن هاي اللعبات، ما مسوي مقارنة بيها. عندنا مثلا لعبة اوفر واتش ال اف بي اس هنا بالنسبة ل 3070 205 اف بي اس، بينما هنا 170 اف بي اس. لعبة بلاير ان باتل جراوند هنا 180 هنا 151، يعني قارن لي بين عدة العاب. هنا افكتيف سبيد، يعني اكو بعض برامج بنش مارك اللي هي يسوى يقارن يسوون ضغط على كارت الشاشة ويشوفون قوته القصوى. هنا يعني فرق 19% ال 2070 عن ال 1080. افريج سكور هنا اكو تقنيات واضافات او شيء، يعني شلون مثل ما نقول فيزيائية بالالعاب او بعض البرامج البنش مارك يسووها، يشوفون كل كارت شاشة منو وضع هذه الصورة افضل وبسرعة اسرع. فهنا يعني شافوا ان 16% متفوق 3070 عن 2080. هنا 14% شافوا بعد ما كسروا سرعة الكارت شاشة هم كذلك. هنا الفاليو سنتيمنت قصد السعر الكارت شاشة مقارنة بأداء. نايس تو هاف هنا يعني ليش عليه مثال أنا أفضل هذا الكارت شاشة بالنسبة هذا أي جي، يعني قصدي منه الأحدث، هذا أكيد أحدث بارلكس بيك تكستشر دقة أو شيء كذا، هذا يعني كل واحد يخليهم بالحسبان. وطبعا هنا السعر هم يقول لك هنا سعره 710 $500. اريد اقارن مثلا نفسه بس مو 2080 العادي، 2080 السوبر
او اليمن الاسرع هو السوبر لو ال... ها التي اي اسرع هو التيتانيوم. هسه شوفوا شلون انقلبت الموازين. 2008 نسخه التي اي اسرع من 3070، فرق 4%، هنا فرق 12%، هنا فرق 16%، هنا فرق 25%. طبعا هذا البرنامج الموقع مو بس كارت شاشه، كذلك عندنا السي بي يو، عندنا قرن سي بي يو، هم كذلك اختار كلمه كومبير، طلعت لي هنا مثلا اختار كوراي 5 7700، وهنا كذلك اختار مثلا كوراي 5 كوراي 7 مثلا 12700. بعد راح يبدا يقارن لك بالالعاب زقت قوته بالديسكتوب تصفح مكتبي بوك ستيشن، يعني قصد مونتاج ما مونتاج هيك شيء، كذلك هاي السرعة الكورات الشيء، يعني هاي معايير خاصة بالمعالجات. فهذا اتمنى يعني يكون موقع مرجع وانا اشوفه حقا يعني دقيق، واغلب لان انا مبني على استخدام يسوي يسموه يوزر بنش مارك، يعني بناء على استخدام المستخدمين مو مجرد يعني معلومات الكترونيه. وهذا الموقع اسمه userbenchmark.com. اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، واتمنى منكم تسوون سبسكرايب لقناتي حتى احاول مستقبلا كذلك انشر معلومات قيمه، وشكرا جزيلا لمتابعتكم.